أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم متابعة في حلقتنا لهذا اليوم. تبعات إيقاف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق والعقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع إيران. نستضيف الدكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي من إسطنبول، والأستاذ إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني من لندن، ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد سالم باحث في مركز الحوار السوري. أهلا بضيوفي جميعا. أستاذ محمد، لو قبل أن نبدأ حوارنا مع مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا إن كان هنا في الاستوديو أو عبر سكايب، أوقفت شرطة جبل طارق التابعة لبريطانيا قبطان ناقلة النفط الإيرانية بتهمة انتهاك العقوبات الأوروبية على النظام السوري. نتابع المزيد في هذا التقرير ونعود للنقاش مع ضيوفنا. يتصاعد بين بريطانيا وإيران، وخاصة بعد توقيف قبطان ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى سوريا في جبل طارق، وأحداث أخرى في مضيق هرمز. شرطة جبل طارق أعلنت إيقاف قبطان ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 المحتجزة من قبل بريطانيا في 4 تموز، هو ومساعدة، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا، قبل أن تعلن ظهر يوم الجمعة اعتقال ضابطين آخرين. الشرطة البريطانية قالت في بيانها إن ناقلة النفط المتجهة إلى سوريا كانت تنقل 2,100,000 برميل نفط، إضافة لمستندات وأجهزة إلكترونية. حفظت بريطانيا على الناقلة لمدة 14 يوما قابلة للتمديد حتى 90 يوما. أيام فصلت بين احتجاز الناقلة في جبل طارق على عرقلة في مضيق هرمز. بريطانيا اتهمت إيران بمحاولة عرقلة مرور ناقلة نفط تابعة لبريطانيا بريتش هريدتش من خلال 3 زوارق حربية إيرانية في مضيق هرمز. تصدت لها الفرقات البريطانية HMS مونتروز ومنعتها من ذلك. فيما طهران نفت ذلك تماما عبر بيان نشره الحرس الثوري الإيراني في وكالة سباه نيوز. تحذيرات متبادلة بين طهران ولندن تزداد يوما بعد الآخر، مع توترات سبقتها في الخليج العربي بين إيران والولايات المتحدة إثر هجمات مجهولة على ناقلات نفط كانت طهران هي المتهم الوحيد بفعلها. لو بدأت مع ضيفنا الأستاذ إبراهيم العلبي. أستاذ إبراهيم، بداية ما مدى قانونية احتجاز ناقلة النفط الإيرانية عند مضيق جبل طارق؟ شكرا. طبعا احتجاز ناقلة النفط هذا هو قانوني بشكل تام، ليست هناك أي مشكلة قانونية، لأن جبل طارق تتبع لبريطانيا وهي جزء من الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة، ولكن المهم هنا أن العقوبات الأوروبية أيضا تضم جبل طارق. ناقلة النفط هذه لم تكن في مياه دولية، ولكن حسب اتصالاتي مع وزارة الخارجية البريطانية مع مكتب شؤون العقوبات، قال لي أن ناقلة النفط رست على موانئ جبل طارق لأسباب تقنية. وعندما اعتقدت الشرطة في جبل طارق أن ناقلة النفط هذه هي ذاهبة إلى سوريا وإلى مصفات بانياس التي هي مدرجة على قوائم العقوبات الأوروبية، عندما شكوا بذلك قاموا باحتجاز ناقلة الآن أخرى. إذن ما هي الإجراءات ربما التي يمكن اتخاذها مع هذه الناقلة، وهل يمكن لها أن تكمل فيما بعد طريقها إلى سوريا؟
من المستبعد جدا أن تكمل طريقها إلى سوريا، لأن جميع الدول الأوروبية مطالبة بتنفيذ العقوبات الأوروبية، وتنفيذ العقوبات الأوروبية تتحدث عن عدم استخدام موانئ أو مطارات أوروبا لتيسير أي من الأمور التي تكون مدرجة على قوائم العقوبات، ومنها نقل النفط بجميع مشتقاته إلى سوريا. فمن المستبعد جدا أن تقوم أو أن تقوم شرطة جبل طارق بالسماح لها بالعبور، خاصة أن حكومة بريطانيا هنا في لندن قامت بالترويج وشكر جبل طارق على لسان وزير خارجيتها على إنفاذ العقوبات الأوروبية. فهناك الكثير من المدح لجبل طارق ولشرطة جبل طارق من قبل الحكومة البريطانية، حتى أن الحديث اليوم في البرلمان البريطاني كان عن على أن سمعة جبل طارق الآن تزداد يعني حسنا في المحافل الدولية، على أنها دولة ذات سيادة، لها سيادة في القانون وتحترم العقوبات الأوروبية. ولكن ما يعني إذا سألنا ما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه بخصوص النفط المليونين برميل، فهذا الأمر يعود إلى حكومة جبل طارق وليس الأمر واضح إلى الآن. طيب ضيفنا هنا في استوديو أستاذ محمد، يعني لماذا كل هذا الانزعاج الإيراني إذن ما دام الأمر قانوني من هذا الاحتجاز لناقلة نفطها؟ بطبيعة الحال إيران تحاول أن تلتف على العقوبات التي يعني موجهة بالدرجة الأولى، هذه العقوبات للنظام السوري. كانت السفن، نحن يمكن أن نتخيل مسار السفينة الآن، السفن كانت يجب يفترض أن تعبر قناة السويس من يعني من إيران في مضيق هرمز، عبرت نصف العالم ربما، فعبرت نصف العالم حتى وصلت إلى يعني محاولة جديدة للالتفاف. فلذلك وربما كانت تتوقع أنه أن يكون هناك نوع من التغاضي، أو أن لا يتم معرفة الجهة، كون أن يعني المنطقة لا تزال بعيدة عن سوريا وأنها ناقلة نفط، ربما في هذا السياق. وكان هناك رد من قبل الإيرانيين في من خلال يعني الزوارق التي حاولت أيضا. نعم، سوف نأتي على هذا الأمر ربما، ولكن يعني هل يمكن القول أن إيران لم تحسب هذه الخطوة جيدا واعتقدت والله أنه لن يتوقع الأوروبيون أن تعبر كل هذه المسافة؟ ربما حسبت هذه المخاطر، ولكن ما عندهم خيارات كثيرة. يعني في النتيجة إيران ما هي الخيارات التي لديها سوى محاولة القيام بعبور يعني السفينة من خلال هذه الأماكن، لأنه لا يوجد لديها خيارات، وبالتالي هي مضطرة أن تذهب في مثل هذه الخطوات على الرغم من المخاطر المحتملة لها. والموضوع الآن لا يزال قيد التفاوض، يعني يمكن أن تضغط إيران أيضا بأساليبها كالعادة من خلال يعني الضغط بضربات ما تحت الطاولة، مثل محاولة الضربة التي قامت بها في مضيق هرمز للوصول إلى حل تفاوضي بأن تعبر السفينة بشأن هذه السفينة. بشأن السفينة. طيب سأعود إليك دكتور فراس شعبو ضيفنا عبر سكايب، ما أثر توقيف هذه الناقلة على صادرات النفط، وهل تتخوف إيران من تكرار هذا الأمر بالنسبة لباقي الناقلات؟ أهلا جميع السادة الضيوف، حاول بقسوة. طيب حبذا لو أعدت يعني إجابتك من جديد، كان هنالك خلل ما بالصوت. أهلا وسهلا فيكم حياك الله. اليوم إيران أكون شديدة جدا بالتعامل مع هاي القضايا أمن الاقتصادي. اليوم طيب. أمريكا تسعى إلى تصوير. أستاذ فراس عم بيعتذر، أو دكتور فراس عم بيعتذر منك، يعني مشكلة سكايب وتقطع الصوت يعني تحول بيني وبينك، يعني لا يمكن أن نكمل هكذا، سوف نحاول إصلاح هذا الأمر ونعود إليك مجددا. دكتور أستاذ محمد أعتذر، يعني أحول السؤال إليك، كيف سيكون أثر ذلك على النفط الإيراني أو صادرات إيران النفطية؟ يعني الأثر هو أثر تراكمي، ليس متعلقا بهذه الناقلة بحد ذاتها. هناك أثر تراكمي، يعني إيران لديها يعني عم نحكي عن اليوم مليونين مثلا في هذه الناقلة، مليونين ومئة ألف برميل. إيران لديها إنتاج يومي مشابه لهذا الرقم، أو ربما أكثر. هي ليست مشكلة في الإنتاج، المشكلة في تصريف الإنتاج تماما يعني. وبالتالي القضية ليست أنه هذه الناقلة إذا عبرت حلت مشكلتها، أم إذا لم تعبر لا تحل مشكلتها أصلا.
اصلا هي تعطي هذه الناقله غالبا اصلا يوميا هنالك مليونين بالضبط لا يمكن ان توزعها. والاشكاليه ان اصلا هذه الناقله هي تذهب الى النظام السوري، لا نتوقع ان النظام السوري يسدد عائداته بشكل جيد للنظام الايراني. بالاصل ايران تستخدم النفط للحصول على نفوذ سياسي اكثر من عائدات اقتصاديه من النظام السوري. طيب سوف نعود للدكتور فراس، ارجو ان يكون تم اصلاح الامر امر الصوت معه. دكتور فراس، هل تتخوف إيران من تكرار هذا الأمر وكيف ستتعامل إيران برأيك؟ في الحقيقة إيران سوف تحاول بأقصى ما تملك من أوراق على الأرض للضغط على الدول التي تحاول محاصرتها. كما نعلم أن أمريكا تسعى إلى تصفير صادرات النفط الإيراني، حيث أنها تم منع الدول التي حصلت على استثناء من تلك العقوبات، حيث كانت بريطانيا إيران تنتج ما يقارب مليونين ونصف برميل، انخفض هذا الإنتاج إلى مليون ومليون أو مليون ومية، وتسعى أمريكا لضغطه وتصفيره. ولذلك أمريكا أعلنت أنها سوف تحارب وتعاقب أي دولة أو شركة تتعامل مع النظام الإيراني وتحاول إمداده بالأموال. بالمقابل إيران تسعى بشدة لإفهام العالم أنها لديها بعض الأوراق للضغط والحصول على بعض الامتيازات. بصريحة اليوم إيران لديها القدرة على الالتفاف، وموضوع الناقلة هو أكبر من دليل على ذلك، فلديها القدرة الكبرى الكثيرة على الالتفاف. ناهيك أن الصين وتركيا وبالإضافة إلى بعض الدول الداعمة لإيران تساعد إيران وتمدها ببعض الطرق للاحتيال على التفاف تلك العقوبات. نعم، على كل سوف نذهب إلى فصل قصير ونعود لمتابعة حديثنا معك دكتور فراس ومع ضيوفنا أيضا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، هل تقوم إيران بإيقاف ناقلات النفط الإيرانية في مضيق هرمز؟ ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. نتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تبعات إيقاف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق والعقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع إيران في المنطقة. مشاهدينا الكرام، قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها في فيسبوك، وكان نص السؤال: عقب إيقاف ناقلة النفط الإيرانية، إيران تهدد بريطانيا بإجراءات متبادلة، فهل تقوم باحتجاز ناقلة نفط بريطانية؟ كانت النتائج على الشكل التالي: 23% أجابوا بنعم، بينما أجاب 77% بلا. لو بدأت معك أستاذ إبراهيم العلبي ضيفنا عبر سكايب من لندن، هل لدى إيران قانونيا القدرة على التعامل مع بريطانيا بالمثل نتحدث هنا قانونيا؟ أبدا، لأن قانونيا ما قامت به بريطانيا أو ما قامت به حكومة جبل طارق هو أمر قانوني واضح ضمن القانون الدولي والقوانين الأوروبية، ليس هناك عليها أي إشكالية. ولكن ما قامت به إيران منذ أيام بملاحقة ناقلة النفط البريطانية يعد خرقا للقانون الدولي، كونها ليست في مياه إيرانية، مع أنهم حاولوا استدراجها إلى مياه إيرانية. نعم. طيب. يعني هذا الأمر تم تصريحه من عدة جهات بريطانية أن يعني ما قامت به جبل طارق هو أمر قانوني بشكل واضح مستند لمبادئ واضحة، وما تقوم به إيران هو يعني عملية استفزاز. مفهومة هذه النقطة. لو عدنا إلى قبطان السفينة الذي تم توقيفه من قبل حكومة جبل طارق، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها مع القبطان؟ الآن حتى الساعة، يعني قبل قليل كان هناك تصريح للحكومة البريطانية في داخل البرلمان البريطاني أن القبطان يتم التحقيق معه الآن، قد يتهم بمحاولة يعني الالتفاف على القوانين الأوروبية وعلى قوانين العقوبات، وهذه عقوبتها حسب القانون الجنائي المحلي في جبل طارق. في بريطانيا على سبيل المثال لو قام أحد بمحاولة تجاوز أو الالتفاف على العقوبات فهناك غرامة مالية وقد يصل الأمر إلى السجن، ولكن هذا يعتمد على القوانين المحلية في جبل طارق. ولكن الواضح بالأمر أن بريطانيا يعني صعدت الأمر ورحبت بتنفيذ هذه القوانين، كما رحبت أوروبا بمثل هذا الأمر. ولكن الجدير بالذكر هنا أن القبطان قد أيضا يعني يعاني من ضغط إيراني إلى حد ما، لأن السبب ذهابه إلى المياه الإقليمية لجبل طارق غير واضح. الأسباب التي تحدثت عنها حكومة جبل طارق هي أن السفينة ذهبت إلى الميناء لأسباب تقنية، أي أن الأمر نوعا ما يثير الشك لماذا ذهب القبطان أو توجه من المياه الدولية إلى المياه الإقليمية لجبل طارق. لأن حسب حديث اليوم مع وزارة الخارجية البريطانية، قالت لي أن ليست كل السفن التي تمر من هذا المضيق بالضرورة يجب أن تمر ضمن نطاق جبل طارق، فقد يكون الأمر يعني هو عدم علم وجهل من الحكومة أو من قبطان السفينة بمدى تطبيق القوانين الأوروبية في مضيق جبل طارق. أيوة. أو لأن الأمر قد يكون له أبعاد سياسية أخرى، كيعني كإيران يعني أنها تريد أن تصنع حجة ما من أجل الضغط على بريطانيا في مضيق هرمز بالمقابل. أيضا نقطة أيضا هامة، أشكرك طبعا على كل هذه المعلومات ولمشاركتك معنا الأستاذ إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أنتقل إليك ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد سالم، كيف تنظر إلى التهديدات الإيرانية بالمعاملة بالمثل مع بريطانيا؟ يعني لا تملك كما قلنا إيران، أو كما يعني قال الزميل تحدث بشكل قانوني بالدرجة الأولى. أصلا إيران بالعادة لا
يعني لا تلجأ إلى الأساليب المباشرة والاعتماد على جيشها، كما هو معلوم هي تعتمد على الذروع، ما يسمى الميليشيات، وتصنف يعني يصنفها الكثيرون بأنها الجماعات المسلحة غير الحكومية، وبالتالي هي قانونيا ليست مسؤولة عنها. يعني حتى المحاولات السابقة التي تم إيقاف فيها مثلا سفينتين سعوديتين أو سفن أخرى لم تكن بشكل مباشر، سفن تضررت يعني، وإيران اتبعت نفس الأسلوب، نفت مسؤوليتها عن هذا الموضوع. بالضبط. إلى أي مدى يمكن أن تتعرض ناقلات نفط بريطانية في الخليج العربي لهكذا هجمات ربما؟ إذا تحدثنا عن مثلا احتجاز، إذا لم تكن تلك السفن في المياه الإقليمية لإيران، وهو ما حرصت الناقلة الأخيرة البريطانية على عدم الدخول إليه، إذا لم تدخل إلى المياه الإقليمية لإيران ربما لا تستطيع إيران أبدا أن تحتجزها. ذكر يعني أيضا الأستاذ إبراهيم أنه كان هناك محاولة للاستجرارها إلى المياه الإقليمية لإيران، أما في المياه الدولية فبالتأكيد لا تستطيع إيران القيام بهكذا عمل، لأن له تبعاته. حتى القرصنة عبر أذرع أو ميليشيات عبر أذرع لا يمكن، نعم بالتأكيد في المياه الدولية ممكن طبعا، ولكن كاختطاف بالتالي الأمر سوف يصبح صعبا، لأنه عند تحرير مثل هذه الناقلة سوف يتبين من هي تلك الجهة في الغالب. أما اعتداء مثلا سريع فيمكن لإيران أن تتنصل منه بسهولة. لذلك إيران حقيقة الأوراق التي بين يديها ليست أوراق يعني قوية، يمكن أن تشاكس، يمكن أن تضايق، يمكن أن يعني تحاول أن تقوم بحركات أن تستفز يعني مثل طيب. هذه الأمور. نعم أستاذ أو دكتور فراس، يعني هل يمكن أن تؤثر هذه التهديدات الإيرانية، حتى إن بقيت في إطار التهديدات فقط، هل يمكن أن تؤثر على أسعار النفط العالمية؟ لا أعتقد أن أسعار النفط سوف تتغير، يعني حتى عندما تم احتجاز الناقلة لم تتغير أسعار النفط. أعتقد أن أسعار النفط ثابتة نوعاً ما بسبب شعور السوق أن إيران لن تساهم بأي عمل قد يؤدي إلى تعزعة استقرار أسعار النفط. أيضاً أمريكا لا تسعى إلى رفع أسعار النفط بشكل جنوني، وهذا ما أؤشر أن أمريكا وإيران على تناغم نوعاً ما في موضوع النفط. لذلك إيران تسعى للضغط بتلك الورقة، كما هو معلوم أن الخليج العربي يمر به ثلث أو ثلث النفط العالمي، وهي تحاول الضغط بهذه الورقة. كذلك الغرب يعي أهمية هذا المضيق، ولكن إيران دولة براغماتية تلعب على المصالح، فهنالك اليوم نوع من التوافق الأوروبي. طيب يعني كيف يمكن فهم يعني طبيعة بدقيقة ربما هذا التناغم اللي تحدثت عنه حضرتك بين إيران ومن جهة وأمريكا وأوروبا ربما من جهة أخرى من أجل عدم رفع النفط أو الإخلال بميزان النفط دوليا، وبنفس الوقت يعني تبدو إيران تستفز وتحاول الضغط؟ هنالك اتفاق على الخطوط العريضة بين تلك الدول، لذلك إيران إذا حجزت أو قامت بعمل حجز إحدى الناقلات النفط لإحدى الدول فهو يكون لمجرد حفظ ماء الوجه فقط وليس لأي سبب آخر. طيب على كل سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة حوارنا مع حضرتك ومع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد سالم. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل، إلى أي مدى تضررت إيران من الخسائر الاقتصادية نتيجة العقوبات الأمريكية؟ واقع متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. نتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تبعات إيقاف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق والعقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع إيران. تعاني إيران من وطأة الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي انعكست عليها من العقوبات الأمريكية، عام وشهران من إغلاق الاتفاق أو إلغاء الاتفاق الأمريكي كان له تبعات كبيرة. نتابع هذه التبعات في المادة التالية. أهلا عمار، في أيار من العام الماضي ألغت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقها النووي مع إيران، ومنذ ذلك الوقت تعاني طهران من الأضرار. خلال عام واحد من إعادة فرض العقوبات خسرت إيران أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني، فقدان صادرات تقدر ب 1.5 مليون برميل نفط يوميا في السوق العالمي، إضافة لإنهاء أكثر من 20 مستوردا للنفط استيرادهم للخام الإيراني، معاقبة أكثر من 70 مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة أيضا بإيران بالنظام الإيراني، 970 كيانا يتبع للنظام الإيراني تم استهدافه عبر 26 عقوبة عمار. معدلات التضخم ارتفعت تقريبا ل 51%. السلع الرئيسية ارتفعت أسعارها بنسبة 70%، وهناك أيضا زيادة جديدة متوقعة بنسبة 20% للريال الإيراني إذ هبط بنسبة 57%. كل هذه الأرقام خلال الفترة الممتدة من الشهر الخامس 2018 وحتى الشهر الخامس للعام الجاري، جميع ما تحدثنا عنه. هذه الأرقام قبيل تجديد العقوبات الأمريكية على طهران مع حظر كامل على شراء النفط، إضافة لحزمة جديدة من العقوبات طالت الخامنئي. كان كل ما لدينا هذا عمار عن العقوبات والخسائر الإيرانية. إليك عمار. كل الشكر لك حلا ولكل هذه المعلومات التي قدمتيها. معنا طبعا الدكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي من اسطنبول، ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري. أهلا بكما ضيوفي الكرام. دكتور فراس، توعدت إليك، يعني ما مدى أو ما أثر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني؟ بحقيقة أثر العقوبات كان شديد جدا. أول كما ذكرت حضرتكم، يعني الاقتصاد الإيراني عم يعاني بشكل كبير، الشعب الإيراني يعاني بشكل كبير، انخفاض حجم الصادرات أو حجم الإنتاج النفط من 2.5 مليون إلى ما أقل من 1 مليون اليوم، انخفاض قيمة العملة، هذا كله مؤشرات أن إيران سوف تعاني كثيرا اقتصاديا في الفترات القادمة، وهو ما انتهجته أمريكا وأوروبا تسعى إلى إضعاف إيران اقتصاديا. لا ننسى أن إيران تقوم بإمداد جماعات إرهابية في المناطق المجاورة كسوريا ولبنان والعراق واليمن وكثير من المناطق الأخرى، وهذه تزيد من أعباء الحكومة الإيرانية. لذلك سوف تشهد الحكومة الإيرانية أيام سوداء في الفترات القادمة إذا اشتد الحصار، وكان الحصار حقيقي، يعني هنالك اتفاق دولي على محاصرة إيران بشكل كلي. لا نسمعه حتى الآن، هنالك بعض الدول تحاول الالتفاف، دول وليس إيران تحاول الالتفاف على العقوبات الإيرانية للاستفادة من النفط الإيراني بأسعار متدنية جدا. طيب أستاذ محمد، يعني نقطة هامة أثارها ضيفنا دكتور فراس، يبدو أن الأثر كبير. هل بات اللجوء إذن إلى القوة من قبل إيران أو إلى مجازفة إن صح التعبير حلا أخيرا للخروج من هذه الضائقة ومن هذا الخناق؟ هل المقصود القوة العسكرية؟ إذا كان المقصود القوة العسكرية بالتأكيد هذا ليس خيارا، وإيران أعلنت عن خياراتها التي سوف تواجه بها مثل هذه السياسة، وهي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، لأن الإيرانيين يعتقدون أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم يمكن أن يدفع الإسرائيليين والأمريكان اللي هم بالدرجة الأولى هم من يدفعون باتجاه هذه السياسة الآن، ربما يدفعهم إلى إعادة حساباتهم، لأنه اليوم
وفق الاتفاق النووي الإيراني يجب إيران يجب على إيران ألا تخصب اليورانيوم بأكثر من نسبة 3.67. اليوم أعلنت أنها سوف تخصب أو بدأت بالتخصيب إلى نسبة 4.5، وأعلنت أنها يمكن أن تزيد التخصيب إلى نسبة 20%. تخصيب نسبة 20%، 400 كيلو من يورانيوم مخصب 20% يصنع سلاح نووي. نسبة 90%، كمية أقل من ذلك، تصنع سلاح نووي. إذن تحاول إيران أن تراهن على إجراء تعتبره أيضا قانونيا في حديثنا، في غمرة حديثنا أيضا عن الموضوع القانوني. اليوم هي تقول للأوروبيين أنتم أنزلتم من مستوى التزاماتكم وفق الاتفاق النووي، نحن لم ننسحب من الاتفاق النووي وأنتم لم تنسحبوا، صحيح، ولكنكم لم تنجحوا في الضغط على الأمريكان لئلا ينسحبوا بالدرجة الأولى، وبالتالي أنتم أنزلتم من مستوى التزامكم به وأنا أنزل أيضا، بمعنى أنه الاتفاق النووي يتضمن قضايا يعني تقنية. هذه بتلك، هذه بتلك، وبالتالي يعني تجد أوروبا نفسها محرجة ومضطرة لتضغط على الجانب الأمريكي بالتأكيد، وهذا ما تفعله باريس اليوم. اليوم باريس تحاول أن تأخذ منحة ساعي البريد، كان هناك مستشار رئيس الفرنسي ذهب إلى إيران ويحاول أن يخفف من الاحتقال الموجود ما بين الطرفين، لأن الأوروبيين لهم مصالح. بريطانيا، بالنسبة لبريطانيا ومسألة الناقلة، يعني حتى أيضا نذهب في التحليل، بريطانيا يعني عادة ما نعلم من أيام الحرب على العراق، من قبل ذلك، بريطانيا هي الأقرب دائما في سياساتها إلى الولايات المتحدة، لذلك اليوم بريطانيا مثلا في موضوع احتجاز الناقلة هي أشد صلابة من باقي الأوروبيين، يعني الألمان والفرنسيين هم أقرب إلى موضوع الوساطة ما بين الطرفين. البريطانيين، حتى السفير البريطاني اللي انتقد ترامب، انتقد إدارة ترامب، تم يعني عمليا إجباره على الاستقالة لأنه قال أنها إدارة سيئة وغبية وكذا إلى آخره. دائما نعم، هي حتى تعتبر الذراع اليمنى ربما، بالضبط، هي الأقرب دائما لذلك أمريكا. يعني قد نشهد حقيقة محاولة أوروبية، الأوروبيون يحاولون أن ينقذوا أيضا مصالحهم ولا يريدون أن يذهبوا باتجاه التصعيد، وبالتالي قد يعني تفكر أيضا وتعيد حساباتها، لا نعلم، الولايات المتحدة، لأنه في النتيجة ما تهدف إليه الولايات المتحدة هو منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي. زيادة تخصيب اليورانيوم إذا ما نجحت به إيران قد يهدد. صرح على إثر ذلك أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في معرض حديثه أنه أصبح لدينا طائرات F-35، أنه إيران اليوم في مرمى أهدافنا. لذلك إذا كنت تسألني عن التصعيد العسكري أقول لك التصعيد العسكري قد يأتي من الإسرائيليين، كما فعلوا مع المفاعل النووي العراقي في عام 1981 وقصفوه مسبقا. إذا ما شعرت إسرائيل بأن إيران سوف تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى درجة 20% فما فوق، يمكن للطائرات F-35 أن تقوم بقصف بعض المناطق المهمة والحيوية داخل إيران. نعم. دكتور فراس، يعني إيران تحدثت أكثر من مرة عن الالتفاف على هذه العقوبات، ما مدى قدرة إيران على الالتفاف بالفعل على هذه العقوبات؟ إيران لديها باع طويل في الاتفاق على العقوبات صراحة، يعني تلك العقوبات اليوم المفروضة على إيران ليست وليدة اليوم، وليدة سنوات سابقة، تزداد مع الزيارات، تعنت السياسة الإيرانية. إيران لديها باع طويل في صراحة في الاتفاق والتلاعب بالعقوبات من خلال بيع النفط بأسعار متدنية جدا لبعض الدول، أو تخزين النفط في الدول المجاورة وبيعهم من تلك الدول المجاورة. خاصة اليوم إيران تلعب على الموضوع الاستراتيجي أو الموضوع الجغرافي، اليوم جغرافيا تخدم إيران كثيرا. طيب. من حيث العراق وسوريا وتركيا، نعم، أصبح لها نفوذ بمعنى أو بآخر في المنطقة. طيب، بدقيقة واحدة، هناك من يتوقع أن تصل إيران لمرحلة الانفجار في الشارع الإيراني، ما مدى إمكانية حدوث هذا الأمر؟ في الحقيقة اليوم الحكومة الإيرانية تطالب الشعب بالصمود، وكحكومة سوف تصمد، ولكن الصمود لا يعني القوة ولا يعني قوة الاقتصاد. الحكومة الإيرانية أو النظام الإيراني نظام قمعي بامتياز، لا أعتقد أن ثورة شعبية يعني صمود وممانعة. تماما، نفس الكلام المطروح في بعض الدول العربية، سوريا ودول أخرى. الشعوب مغلوب على أمرها، إيران نظام قمعي أشد شراسة من نظام الأسد بصراحة. نعم، شكرا جزيلا لك، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعدها لمتابعة حوارنا معك ومع ضيفنا الأستاذ محمد. مشاهدينا بعد الفاصل، ما هي الخيارات المتاحة أمام إيران مع تشديد العقوبات الأمريكية عليها؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم. نتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تبعات إيقاف نقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق والعقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع إيران. معنا الضيوف الدكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي من إسطنبول، ومعنا هنا في استوديو الأستاذ محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري. مرحبا بك دكتور فراس، بالعودة لحضرتك، ما يزال النظام الاقتصادي الإيراني متماسك، كيف يمكن يعني تفسير هذا الأمر بعد كل هذه العقوبات؟ كما ذكرنا إيران لديها القدرة على الالتفاف على العقوبات، وهي تقوم بالالتفاف على تلك العقوبات منذ زمن طويل، وما زالت حتى الآن تقوم بالالتفاف على العقوبات. يعني هذه الناقلة التي تم احتجازها هي ناقلة من عدة شحنات لا نعرف عددها. إيران اليوم تقوم بإعادة هيكلة اقتصادها بما يتناسب مع الظروف الحالية، فهي اليوم اتجهت للتعامل مع الدول المناوئة للغرب ومناوئة لأمريكا بشكل أساسي، وخاصة أن باكستان، هناك دولة باكستان وقعت معها اتفاقيات طاقة بمليارات، بالإضافة إلى أن العراق أكد أنه لا يستطيع التخلي عن الغاز الإيراني. الصين أيضا أكدت أنها لن تستطيع التوقف عن استيراد النفط الإيراني لأسباب اقتصادية، خاصة إذا علمنا أن الصين أيضا تعاني من عقوبات أمريكية وهي ترفض المبدأ بالأساس. لذلك إيران تسعى إلى التلاعب الاقتصادي على الموضوع، هي تضغط داخليا على الشعب أن يتحمل، المؤشرات الاقتصادية منهارة تماما، الاقتصاد الإيراني يترنح، العملة الإيرانية تترنح، وما زالت إيران تحاول التلاعب في بعض الدول ومقدرات تلك الدول. وأكبر مثال على ذلك ما يجري في سوريا اليوم، تحاول اليوم إيران استعادة كل دولار صرفته في الداخل السوري من خلال سيطرتها على منابع الاقتصادية في الداخل السوري. طيب أستاذ محمد، قبل قليل حضرتك تحدثت عن يعني إمكانية تخصيب اليورانيوم، هي الورقة الوحيدة ربما وصفتها بيد إيران. هي هنا كيف يمكن أن تتعامل واشنطن مع هذه الورقة؟ هل يمكن أن تصعد مباشرة أو ربما تعود ل يعني الطاولة أو للمفاوضات؟ دعنا نقول هي الورقة الأبرز لأنها ليست الورقة الوحيدة، لأنه إيران تلعب بأوراق أخرى، وهي مثل موضوع يعني زعزعة أمن مضيق هرمز، وهذا شاهدناه من خلال الأجندة. تقوم بهذا الأمر. تقوم بهذا الأمر، فإذا هي ورقة ثانية. أو الضغط على الخليجيين من خلال مثلا الطائرات المسيرة، زيادة نشاط الحوثيين إلى آخره، كل هذا يقع أيضا ضمن الأوراق. لكن كيف، ما هي خيارات بالفعل أنه زيادة تخصيب اليورانيوم؟ أعتقد أنه الزيادة لنسبة 20% ربما تراهن الولايات المتحدة وتحسب حساباتها بدقة، أنه ربما فرض العقوبات الاقتصادية بدرجة كبيرة سوف يمنع إيران من زيادة التخصيب لهذه الدرجة، لأن هذه ليست عملية سهلة، يعني تقنيا واقتصاديا أيضا الوصول لمثل هذه الدرجة ليست عملية سهلة. الأمر الثاني كما قلنا، قد تعزز سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل من يعني نشاطها الاستخباراتي بدرجة كبيرة، ويمكن أن تقوم بضربات عسكرية للمفاعلات أو مناطق النشاط التي يمكن ربما أن يتم فيها هذا التخصيب. يعني نحن إذا تحدثنا عن 20% إذا فرضا خصبوا ووصلوا، وهذا بعيد إلى الآن، خصبوا إلى الوصول إلى مرحلة 20% تخصيب، يحتاجون إلى 400 أو 500 كيلوغرام من هذا، الوصول إلى هذا الرقم ليس سهلا، وبالتالي معرفة أماكن التخزين قد لا يكون صعبا بالنسبة للأمريكان والإسرائيليين بقدراتهم الاستخباراتية الهائلة. وحتى بالتالي لو وصلت إيران لمثل هذا المخزون يمكن أن يتم تدميره قبل استخدامه، لأنه حتى بعد يعني الوصول إليه استخدامه في عملية التصنيع ليس سهلا، عملية تقنية طويلة وتأخذ وقت، إضافة إلى أن هناك مبدأ ولو أن إيران تدعيه ولكن هو يمثل أيضا عائقا أمامها، وهي تقول أنه أنا لا أسعى لسلاح نووي وأن هذا الموضوع محرم بحسب فتوى يعني المرشد، وبالتالي هو محاولة للضغط أنه اليوم وصلنا لأربعة ونص ممكن بعد نوصل لسبعة بالمئة، كل خطوة بخطوة محاولة لإرسال رسائل واستغلال الوقت. إيران تراهن أنا برأيي على الوقت، أنه اليوم الرئيس الأمريكي هو كالبطة العرجاء،
يعني البطل معروف كل رئيس أمريكي يصل إلى قبل سنة من الانتخابات، هو تصبح مجال المناورة عنده وفي اتخاذ القرار قرارات حاسمة يصبح مجاله ضيق، لأنه من أجل الانتخابات، من أجل الانتخابات، لأنه هو محكوم بالناخب الأمريكي. الناخب الأمريكي لا يريد أن يسمع عن أي إجراءات باتجاه حرب جديدة. يعني الناخب الأمريكي تعلم مما حدث في العراق، تعلم ما حدث في أفغانستان، وتم انتخاب أوباما على أساس أنه سوف يخلص الولايات المتحدة من الورطات التي قام بها بوش، سياسة الجمهوريين. اليوم ترامب لا يريد أن يعيد إلى أذهان الناخب الأمريكي أنه سوف يعيد سياسة الجمهوريين المتشددة في الحروب الخارجية. لذلك إيران تراهن أن تمر هذه السنة وتستطيع أن تصمد عندها ربما أو قبل ذلك. اضطرار ترامب إلى أنه يريد أن يجامل ناخبيه، فهو مضطر إلى أن يصل إلى حل وسط مع إيران. نقطة هامة أختم بها مع الدكتور فراس شعبو. دكتور فراس، إلى أي مدى تتفق حضرتك مع ضيفنا الأستاذ محمد بهذه النقطة؟ وهل يمكن يعني إيران أن تنجح باللعب على هذه الورقة، ورقة الانتخابات، من هنا حتى عام تقريبا؟ في الحقيقة أنا أتفق مع الضيف الكريم أن إيران تلعب على الوقت، وهي تفاوض على هذا المبدأ. يعني اليوم الوصول إلى 20% ليس من الأمر السهل، لا من ناحية الوقت ولا من ناحية التكلفة ولا من ناحية التقنية. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى سنوات كثيرة، ولكن مجرد التلويح بهذا الأمر أثار حفيظة البعض. إيران ليس لديها القدرة على المواجهة بصراحة. إيران تحاول الإيهام أن لدي أوراق ولكن لن أستخدمها إذا جلسنا للتفاوض. أنا أتفق أيضا مع الضيف الكريم، الخيار العسكري بالنسبة لإيران غير متاح حاليا أبدا. يعني هو ضرب من الجنون أن تباشر إيران بخيار عسكري، ولكنها تحاول إفهام الدول الأخرى أنها تملك مفاتيح الخليج ومفاتيح أسعار النفط العالمية ومفاتيح أمن المنطقة. لذلك تحاول جميع الدول التعامل مع إيران كالتعامل مع الثور الهائج، لا يمكن التعامل معه بقسوة، ولكن يمكن السيطرة عليه، يمكن ترويضه إذا لزم الأمر. طيب هنا إلى أي مدى يمكن للاقتصاد الإيراني أن يصل إلى حافة الانهيار؟ بصراحة الاقتصاد الإيراني يعاني وسوف يستمر في المعاناة. اليوم مؤشرات الاقتصادية من ناحية الاستيراد كانت مرتفعة جدا، والاستيراد يعني أن هنالك بحاجة إلى عملة صعبة، خاصة مع تدني قيمة العملة وارتفاع الأسعار على المواطن الإيراني. اليوم إيران تحاول بشتى الوسائل إيجاد وسائل للتخفيف من الضغط، وهنالك بعض الاتفاقيات اليوم مع الاتحاد الأوروبي على أن يتم نوع من المقايضة كما حصل مع العراق في السابق، ليس النفط مقابل الغذاء، ولكن يتم اليوم البحث عن نظام للمقايضة ما بين بعض الدول الأوروبية والنظام الإيراني للخروج من عقبة أو مشكلة النفط الإيراني التي أمريكا حرمت الكثير منهم. لذلك إذا لم يجدوا حلولا لتلك المشاكل الاقتصادية واستمرت إيران بالتعنت في سياساتها الخارجية ودعم بعض الميليشيات الإرهابية في المناطق، فإنها سوف تصل إلى مرحلة حرجة لا يمكن العودة بعدها أبدا. طيب برأيك هل واشنطن، من مصلحة واشنطن أو هل من سياسة واشنطن أن تنهار إيران بالكامل في المنطقة كما حصل سابقا في العراق، أم هي تريد إيران حاضرة ولكن مروضة إن صح التعبير؟ بصراحة الغرب وأمريكا لا يريدون سقوط النظام الإيراني بشكل مطلق، هم يريدون إضعاف إيران، هم يريدون دولة إيرانية ضعيفة. اليوم إذا سقطت إيران سقط مبرر وجود الأمريكان في المنطقة، أيوة. وسقط مبرر يعني هناك كوارث صراحة. سقطت إيران فهي مصلحة كبيرة للعرب، ولا أعتقد أن أمريكا ترغب في مصلحة للعرب ولا إسرائيل أيضا. يعني هم يريدون إضعاف النظام الإيراني، هم يخافون من النظام الإيراني لدرجة معينة ليس لدرجة كبيرة، ولكنهم لن يصلوا إلى مرحلة إلى إسقاط النظام الإيراني بصراحة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور فراس شعبو الخبير الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول. كما أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري، وأشكر أيضا ضيفنا كان معنا في القسمين الأوليين الأستاذ إبراهيم العلبي مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، كان معنا من لندن.
شكرا لكم مشاهدينا ولطيب متابعتكم. تحدثنا في حلقتنا لهذا الأسبوع عن تبعات إيقاف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، وعن العقوبات الأمريكية الجديدة على أذرع إيران في المنطقة. نلقاكم الأسبوع القادم في ملف جديد، وألقاكم أنا بعد 3 ساعات تقريبا في نشرة أخبار المساء. دمتم بخير وإلى اللقاء.